السلام عليكم، معاكم محمود. على فكرة الترامفاي ده اللي مشي قدامنا ده السائق بتاعته واحدة ست. حاجة جميلة صح؟ حاجة مفاجأة، حاجة مذهلة. المهم موضوعنا ايه النهاردة؟ كلام عليا كتير بتوقفك ستات في الشارع في روسيا، في موسكو بالذات، تقول لك لو سمحت ممكن كلمة، ممكن دقيقة، ممكن مش عارف ايه، غالبا هتشحت منك يعني. فاللي هو بس ايه، انا الدنيا واضحه وباينه زي الشمس يعني، ما تقنعش نفسك ان هي إيه مثلا ايه عايزاك علشان مشكله اسريه وبتاخد رايك مثلا ولا حاجه ومشورتك عشان خبرتك، او مثلا هتعرض عليك وظيفه يقول لك ما عندنا مدير عام بس مشي في البنك هنا ومحتاجين حضرتك قدراتك ومهاراتك علشان تدير لنا البنك، مش عارفين نشتغل. اكيد مش هتبقى طلبها كده، اكيد غالبا هتشحت، هتطلب منك فلوس مساعده، يا اما واحده بقى والعياذ بالله صايعه ضايعه بقى عايزه حاجه تانية. المهم في كل الاحوال هي الموضوع هيؤدي انها عايزه فلوس. فاياك يا اخي راجل او ست يقول لك لو سمحت دقيقه ممكن اتكلم معاك دقيقه، حد ما تعرفوش كده في الشارع وقفك وبتاع وتقول له اه اوكي وتروح تقف معاه وبتاع، ما تضيعش وقتك، ده عايز يشحت. لو انت وجهه نظرك ان الشخص ده يستحق او يستاهل ف توقف واديها اللي فيه النصيب او اديه اللي فيه النصيب. ما معكش فلوس او مش مستعد تدفع او يتنصب عليك او تشحت حد، شايفين الكواكب، ما عندكش استعداد تشحت او تدي حد مساعده، يبقى خلاص ما تقفش. يقول لك ممكن دقيقه، اقول له لا اسف معلش. ففي ناس تشوفها مثلا يقول لك ايه، انا لا اصل عيب ده شخص، انا في روسيا في بلدهم فلازم لما حد يكلمني ابقى. مين قال كده يا ابني؟ مين قال لازم فلوسي؟ ما دام حد قال لك يعني موضوع شوفيك ولا مثلا كراسافيتش كراسافيتشيك، واحده تقول لك يا امور يا حلو يا عسل، زي مثلا في مصر واحده تقول لك يا عريس، بقول لك ايه عريس، ممكن كلمه وبتاع، وتطلب منك بقى ايه 150 جنيه بس عايز اعمل عمليه ولا عايز اركب قطر وبتاع واقف جنب كوكب إيه زحل، في كوكب الارض هنا جميل، مين هنا؟ في مين هنا؟ تمام. فالمهم كلام النهارده ان حضرتك ما تضيعش وقتك مع حاجه حضرتك عارف مصيرها مسبقا. انا قلت لك لو ما كنتش تعرف اديك عرفت. حاجه مسبقا عارف الناس دي شحاتين جايين عايزين فلوس. فما تجيش بقى تعمل نفسك مش عارف. لو سمحت دقيقة، هتطلب منك ايه في الدقيقة؟ هتطلب منك مثلا تعالى اشتغل معانا في مجلس الامن، تعالى اشتغل معانا بس في الكريملين، مش لاقيين حد مستشار للرئيس بس محتاجينك مستشار. اكيد لا، حد عايزة تشحت يعني. في حد يقول لي لا لا يا راجل لحسن تكون عايزة تسأل مثلا على عنوان ولا حاجة. رقم واحد هرد عليك يعني، رقم واحد هل حضرتك الاعلم بالعناوين؟ ده انت راجل المفروض اجنبي عربي يعني، المفروض غالبا مش عارف العناوين كلها او مش هتعرف تدلها قوي. ده رقم واحد. يقول لك لا لا انا عارف المنطقه. طيب ماشي يا بقى عارف المنطقه. رقم اتنين لو هي عايزه تسال على العنوان مش هتقول لك لو سمحت دقيقه، لا هتوريك العنوان تقول لك هو، او هتسالك على طول هو شارع كذا لو سمحت قول لي هو شارع كذا فين، مش هتقول لك لو سمحت دقيقه وتعمل المقدمه الرخيصه دي. تالت حاجه ودي الأهم بقى، اشمعنى حضرتك اللي اختارتك المكان هيبقى فيه ناس كتير، فغالبا حضرتك اللي لابس كويس أو طالع من مكان واقف في الفلوس في إيدك وبتكومها كده تحطها في المحفظة بقى وتحط في جيبك، فلهذا السبب اختارتك، شافت عليك فلوس، ما شافت معاك آيفون حلو كده، شافتك أسد يعني، عارف أسد كده يعني جامد، فتعال الراجل ده بقى مريش وانا ست جميله او انا راجل جذاب يعني، انت راجل جذاب في نظرها، فنقيت الراجل ده هيدفع يعني دفيع يعني. فاسس الاختيار طبعا مش محتاج انك تفكر في كل الافكار دي قبل ما في اللحظه اللي هتقولك ممكن دقيقه، فانت تقعد تفكر هو انا مختارني على اساس ايه، مش محتاج تفكر في كل الكلام ده، فكر فيه دلوقتي لانه ما يحصل لك بكره هكون فكرت هو فيه فعلا بالفعل من الان. فما يحصل لك بعد شهر بعد شهرين راجل او ست اي حد يستوقفك ويقول لك لو سمحت دقيقه ممكن بس اتكلم معاك اسالك على حاجه،
طب ما تسأل الروس هنا خلقهم ضيق يعني، ما مش بيحتاجوا المقدمات دي او ما بيستحملوش المقدمات دي، ومع ذلك في ناس روس بيتوقفوا ولهم طلعوا فلوس فعلا ودوا. كنت راكب مره مع صديق ليا، راكب عربيه فارهه جدا، وجاله واحد قال له مش عارف كذا كذا كذا، وعندي مشكله وانا ساكن هنا، وادي هو الكارت المكان اللي انا بشتغل فيه، حدوته. فراح صاحبي ده مطلع الموبايل، والراجل ده روسي، وراح محول له قال له بس ما عنديش سبير بنك ما فيهوش فلوس، ممكن من الفا بنك. ماشي الفا بنك، ويلا وحول وخلاص، واداله فلوس، حول له يعني مبلغ يعني مش حاجه مثلا 200 300 روبل، مش شحاته، لا مبلغ 2000 مثلا، حاجه زي كده. فهذا مثال، الروس كمان بيقعوا في هذا الموضوع. بقول له يا عم يعني اي من الناس، قال لي انا شايف يعني انا مصدق ان الراجل ده محتاج، فلعلها اشاره، والراجل ده بيحب يعمل خير يعني، والراجل ده مع العلم مش مسلم يعني صديقي ده. ففي يعني مش بقول لك على حاجه الروس ما بيعملوهاش، لا بيعملوها بيقعوا فيها. مش بقول لك على حاجه ما بتحصلش، لا بتحصل موجود. فبقول لك يستحسن لو حضرتك مش جاهز انك تساعد او انك تدفع او انك يضحك عليك او يتنصب عليك، فما حد يقول لك لو سمحت دقيقه او بعد اذنك دقيقه، تقول له لا معلش اسف وكمل طريقك، مش عيب مش غلط ما فيهاش مشكله. واحد سكران في الشارع وبيندهك من الناحيه الثانيه يقول لك يا باشا بريطان وبتاع، بريطاني انت هتتصاحب عليا، اعمل نفسك مش شايفه. فيجي يعمل، قول له لا لا معلش مش، او اعمل له باي باي وباي باي وامشي وخلاص، استنى بس، لا لا معلش مش هقدر استنى، باي باي، وتسيبه وتمشي. في اساليب كتيره للتخلص يعني، ما تتكسفش، ما تخافش، ما تحرجش، مش هيحصل حاجه، الراجل ده مش هيقتلك. فدي كانت نصيحتي النهارده من هذه الحديقه الجميله في موسكو، اللي كل ما اقعد فيها لازم يجي لي على الاقل شحات واحد ممكن اثنين، غالبا بتكون واحده ست كبيره. الستات الكبار الواحد بصراحه قلبه ما بيطوعوش ان ما يساعدهمش، لكن لو ست نصابه باين عليها وبتاع وهتحكي لك حدوته، الستات الكبار بتجي لك لو سمحت انا محتاجه مساعده انا مش عارف، بتخش مباشر ما بتقولكش دقيقه. لكن واحده بتاعت حوارات وبتاع، انا من وجهه نظري ان لا بلاش. كلامي خلص، يا رب تكون الفكره واضحه وصريحه ومباشره ونافعه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير في حفظ الله، السلام عليكم.